المصرية في الملف دوت يعني واضحة وبارزة جدا وصريحة، استندت على استراتيجية مصر 2030، نعم، استراتيجية مصر لتمكين المرأة 2030. فاحنا بنتكلم على خطط وطنية مهدة الطريق للمؤسسات السياسية في مصر، سواء برلمان أو حكومة أو مجتمع مدني، إنه يمكن المرأة على ثلاث مستويات، سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. والحقيقة المستويات الثلاثة ديت كانت دايما المحدد الرئيسي والثابت في السياسة العامة لمصر في عدد كبير جدا من تمكين الفئات النوعية أو فئات المجتمع في مصر، مش مرأة بس. إن الحقوق السياسية للفئة النوعية للمجتمع يعني تترافق لصيقا مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان عريض جدا اسمه الإدماج الإنمائي لحقوق الإنسان أو للحقوق السياسية عموما. صحيح. فالحقوق السياسية كل ده هما ما شافوهوش على فكرة. ما هو يعني الحقيقة مش عارف يعني صراحة، هل احنا محتاجين نعلي صوت أكتر في الأمر دوت أم في تشييس للقضية بشكل أو بآخر؟ أنا أميل للرأي أنا أميل أكتر لفكرة تشييس المشهد ككل. طب وفي حالة يعني خليني مع حضرتك في تحليلك في أنه تشييس للمشهد ككل، من وجهة نظرك كيفية التعامل؟ كيفية التعامل الحقيقة في عدد كبير جدا من المحاور. على الصعيد الوطني محتاجين زي ما تفضل المحامي القدير أمين عام منظمة حقوق الإنسان، يعني إن احنا محتاجين عمل أكبر، محتاجين تكاتف ما بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية في مصر في عمل ميثاق أو عمل أو متابعة الخطة الاستراتيجية اللي مصر أعلنت عنها لتقرير حقوق الإنسان في مصر وتمكين هذه الحقوق، هذا النوع من الحقوق. على الصعيد الإقليمي لاحظت إن ديباجة تقرير البرلمان الأوروبي اعتمد على الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وغاب عنه النظر لأنشطة منظمات حقوق الإنسان في مصر والأنشطة منظمات حقوق الإنسان أوروبية أيضا. نعم. جت مصر، زارت مصر وزارت السجون، تبعت خطط وسير العملية الانتخابية الأخيرة البرلمان 2021. غاب عن أيضا التقرير البرلمان الأوروبي وجود ميثاق عربي في الحقيقة. نعم. يعني أنا مش عارف أوصلها في شكل توصية أو إيه، يعني هل محتاجين ميثاق عربي لحقوق الإنسان؟ لأن في الحقيقة جامعة الدول العربية توقفت عند نقطة معينة، قطعت صوت كبير جدا ولكن توقفت عند فصل معين ولم يستكمل. هل احنا محتاجين ميثاق عربي يوحد ضفتين الوطن العربي في آسيا وأفريقيا أم الحقيقة إيه؟ يعني أنا بفكر مع حضرتك بصوت عالي. نعم. في الصعيد الوطني طبعا هناك أمور أخرى. أنا من وجهة نظري وكان الرئيس دايما في أكتر من مناسبة يقولها، يعني خلينا ماشيين في سكتنا، يعني دعنا نستمر في تمكين وتحقيق الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري، سواء زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمة في سكن كريم، في صحة وعافية كريمة. ده ما شافوش. أيضا على مستوى حتى الأقليات الأجنبية في مصر زي اللاجئين زي الجاليات. ده برضو ما شافوش. ده كل الحاجات دي محتاجين الناس تشتغل عليها وترد عليهم بيها. يعني كان حرص الدولة المصرية في أكتر مناسبة على لسان الرئيس الجمهورية. نعم. إن اللاجئين في مصر لا يعاملوا بصفة اللاجئ، يعاملوا بيتم دمجهم في الحياة المعيشية العامة في مصر. نعم. سواء في منازل أو شراء الحياة العامة. نعم. كل سبلها البسيطة وغير البسيطة. نعم. فأما مخيمات العزلة والمجتمع ده ما بيحصلش في مصر. الجاليات الأجنبية في مصر تم تمكينها سياسيا بموجب قرار قانون عفو أغسطس 2019 للجمعيات الأهلية. القانون كفل الدولة المصرية كفلت للجاليات إقامة نقابات أو كيانات مجتمع مدني تعبر عن مصالحهم في الدولة المصرية. نعم. نعم. بشرط أن تعامل للجاليات المصرية في الخارج بالمثل. نعم. في تمكين سياسي للجاليات الأجنبية. طب احنا محتاجين أو هم طبعا محتاجين أكتر يعني يراقبوا المشهد في مصر بعين الدقة وعين الموضوعية. أنا واجهت الدعوة للمجالس النيابية في مصر ممثلين عن الشعب المصري ولجمعيات المجتمع المدني بشكل عام وحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ابعتوا للناس دي دعوات وهاتوهم يشوفوا وقت ما هم عايزين يجوا يعني مش هنحدد لهم ميعاد، يجوا ويشوفوا ما حدث من تطور من احترام لقيمة الإنسان في مصر.
هو بالفعل في زيارات، يعني بالفعل المنظمات الاوروبيه والافريقيه والشرق الاوسطيه اللي كتبوا التقرير يجوا ويتواجهوا بالتقرير. احنا ما عندناش حاجه لا نخاف منها ولا نخبيها ولا نخجل منها. احنا عندنا زينا زي اي دوله على مستوى العالم عندها بعض المشاكل، ده طبيعي، هم نفسهم عندهم مشاكل و